أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان بهدف تجريد قدرات وبنى تحتية عسكرية تابعة للحزب. وأضاف البيان أن حزب الله حول منطقة جنوب لبنان إلى منطقة قتال، متهما حزب الله بتسليح منازل المدنيين على مدار عقود بالوسائل القتالية وبحفر الأنفاق تحتها واستخدامها دروعا بشرية، مشيرا إلى أنه يعمل على خلق حالة أمنية في الشمال بما يسمح عودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كافة أهداف الحرب الأخرى. فيما أعلن حزب الله في وقت لاحق رفع جاهزية كافة الأسلحة وجميع العناصر. أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية اليوم تمديد تعليق رحلاتها الجوية من مطار شارل دي غول بالعاصمة الفرنسية إلى تل أبيب وبيروت حتى يوم غد بسبب الأوضاع أو الوضع الأمني في الوجهة. كما أعلنت الخطوط الجوية الألمانية تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وإيران حتى 24 من سبتمبر، فيما ستعلق رحلاتها إلى لبنان حتى 26 من أكتوبر. أقر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن حزبه تعرض لضربة كبيرة غير مسبوقة وفق تعبيره، متهما إسرائيل بتفجير آلاف من الأجهزة الاتصال المستخدمة بين صفوف الحزب. لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي، تم استهداف آلاف أجهزة البيجر وتم تفجيرها في وقت واحد. العدو تجاوز في هذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء. نرحب بمراسلتي المشهد سارة شحادة من صيدا ومن القدس، تنضم إلينا مراسلة المشهد أحلام عثمان. أبدأ معك سارة في آخر التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية. نعم مالك، قبل دقائق من بدء كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله شن الطيران الحربي الإسرائيلي حزام ناري وسلسلة من الغارات العنيفة جدا على البلدات الجنوبية، طالت دير قانون وطالت المنصوري وبليدة ومركبة والخيام وقبريحة وعدة بلدات جنوبية حدودية. تزامنا أيضا مع كلمة نصر الله خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض جدا فوق العاصمة بيروت وألقى البالونات الحرارية، وأدى جدار الصوت إلى تكسير زجاج عدة منازل في العاصمة بيروت. ويأتي ذلك أيضا يعني سمع دوي الانفجار أو دوي خرق هذا جدار الصوت سمع في عدة مناطق جنوبية في صيدا وإقليم الخروب وغيرها من المناطق، وهذا الأمر تحديدا يأتي من بعد ما قام حزب الله صباح هذا اليوم بشن هجوم جوي على عدة مواقع إسرائيلية في الشمال ما أدى إلى سقوط قتيل وعشر جرحى أو عشر إصابات على الأقل في صفوف الجنود الإسرائيليين. كان له استهدافات عديدة طالت الإنذار في الشمال. أشير أيضا أن كان هناك زيارة لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار إلى مرج عيون في الجنوب اللبناني للاطلاع على احتياجات السكان الذين ما زالوا يتواجدون في البلدات الجنوبية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وطلع على احتياجاتهم في الجنوب اللبناني. نعم، ابقي معي سارة لنستطلع أيضا الأوضاع في الشمال الإسرائيلي معك أحلام، يعني في ظل الحديث أيضا عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين جراء الصواريخ التي أطلقها حزب الله. قبل الحديث عن هذا الحدث البارز الذي حصل على الجبهة الشمالية، كان هناك أيضا بالتزامن مع خطاب حسن نصر الله سلسلة من صفارات الإنذار التي دوت في سلسلة من المستوطنات الواقعة في الجليل الأعلى وأيضا في منطقة الجليل الغربي تحديدا في منطقة نهارية. ولكن الجيش الإسرائيلي قال فيما يتعلق بصفارات الإنذار التي دوت في نهارية بأن كان هناك تشبيه خاطئ، ولكن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين من مقاتليه. الحدث الأول الذي قتل فيه جندي كان في منطقة ريخ سرميم الواقعة بالقرب من كريات شموني وتل حاي في منطقة
نعم أحلام الصباح باتجاه تموضع للجنود الإسرائيليين. نعم مالك. نعم يعني واجهنا بعض المشاكل في الصوت. نعم تفضلي. نعم نعم نتيجة لإطلاق صاروخين مضادين للدروع أدى إلى مقتل جندي وإصابة عدد آخرين، وعلى ما يبدو بأن معظمهم هم من وحدة جولاني، وفي موضع آخر كان هناك جنود إسرائيليون بالقرب من موقع عسكري في بيت هلل، تم إصابة مركبة عسكرية إسرائيلية، ولكن هذه المرة من خلال استهدافهم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني أدت إلى مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي وهو من وحدة الدروز، وأصيب أيضا عدد آخر من الجنود الإسرائيليين. في المجمل يمكن الحديث عن 15 إصابة على أقل تقدير في هذين الحدثين، ولكن أيضا على ما يبدو بأن هناك حدث آخر الذي وقع في تموضع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة ياعرة أيضا في المنطقة الجليل الأعلى، ولكن لم يتم الحديث عن تفاصيل هذا الحدث، وإن كان قد أصيب أيضا جنود إسرائيليين، ولكن يمكن القول بأن هناك ثلاثة من الحالات بين صفوف الجنود هي حالات خطرة، وما تبقى هي إصابات متوسطة حتى طفيفة، نقل إلى مستشفى زيف وأيضا إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا. وفي المقابل أيضا كان هناك استهداف من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، إن كان من خلال الغارات الجوية أو المدفعية، لعدد من المناطق مثل كفركلا وأيضا في جبين وغيرها من المناطق الجنوبية. وهناك الحدث الذي تم الكشف عنه من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو كان محاولة لزرع عبوة ناسفة من قبل عناصر حزب الله اللبناني في القطاع الشرقي من منطقة الجليل عند الحدود الجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية، ولكن تم الاشتباه بالعناصر وتم استهدافهم من خلال الطائرات المسيرة والغارات الجوية الإسرائيلية، وعلى ما يبدو قتل اثنين من عناصر حزب الله اللبناني وأحبطت هذه العملية. نعم نعم طيب سأذهب إلى سارة إلى حين يعني إصلاح هذا الخلل مع في الصوت معك أحلام. سارة أيضا على صعيد التحركات السياسية وردود الفعل كانت هناك أيضا كلمة لحسن نصر الله اليوم، لو تطلعين على أبرز ما جاء. نعم فيما يخص بداية جلسة مجلس الوزراء فهي التي كانت مقررة بعد ظهر هذا اليوم عند الساعة 3 أرجئت إلى يوم غد بسبب عدم حضور الوزراء واكتمال النصاب القانوني. أما أبرز ما تحدث عنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في هذه الكلمة بعد ظهر هذا اليوم، قال فيها بأن هدف الضربات الإسرائيلية هو فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، وأجاب على ذلك بأن هذا الأمر لن يحصل وأن جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف الحرب على قطاع غزة مهما كانت العواقب. أيضا تحدث عن يعني حول عملية الرد من قبل حزب الله على هذه التفجيرات الإسرائيلية، قال بأنه لن يتحدث عن المكان والزمان وكيف ستتم عملية الرد، بل سيحتفظ به في أضيق دائرة للحزب. حول إعادة أيضا المستوطنين إلى الشمال، قال بأن هذا الأمر الذي يسعى إليه نتنياهو أو الذي يحاول تحقيقه أيضا فهو لن يحصل. اعتبر أيضا بأن يعني إسرائيل أرادت من خلال هذه الضربة أن تضرب البنية بنية حزب الله، وأيضا قال بأن معنويات الجرحى عالية وهم سيعودون إلى القتال من جديد في الميدان. فيما يخص التصريحات الأخرى كان هناك تصريح. نعم مالك. نعم تفضلي. فيما يخص حصيلة الجرحى التي تحدث عنها حتى هذه الساعة وزير الصحة فراس الأبيض، تحدث عن مقتل 37 شخص وحوالي 3000 جريح بسبب هذه التفجيرات التي حصلت في أجهزة اللاسلكي خلال اليومين الماضيين. واضح. شكرا لك مراسلة المشهد سارة شحادة على جميع هذه التفاصيل، كذلك الشكر موصول لمراسلتنا من القدس أحلام عثمان.